مساء الخير يا فلسطين، صباح الخير في أمريكا. اليوم بدنا نحكي عن عباس ابن فرناس، رئيس الخالص هذا اللي ضرب، صحيح انه خرفن ولا مسميه عباس ابن فانوس على اسم عائلة مرته. خلينا نقول لكم ايش الحين اليوم. هذا حمل عرصاته وسحيجته والامن تبعه وركب طيارة خاصة واجى على نيويورك على الامم المتحدة، ومبارح وصلوا بالليل على 8 بالليل وناموا بأوتيل خمس درجات. طبعا كل المصاريف هاي مليونين دولار تقريبا، هيك مليونين اقل اشي. طيب شو اللي استفاد منه عباس؟ اول ما وصل يوم الصبح راح على الامم المتحدة، شو قالوا له؟ بزكوا بوشه، قالوا له حل عن طيزنا، لانك انت جاي هنا ترفع تحط قرار بمجلس الامن ضد المستوطنات ضد الاستيطان. فقالوا لك لا بصيرش شيء، بدك تستنى عبين فرنسا وانجلترا تقدم مشروعها وبدناش تعطيل. يعني كل هذا تضييع وقت، ضيعت الوقت وضيعت المصاري. يعني هذول المصاري اهل غزة اولى. خلينا اقول لك اشي يا اخو 66 شرموطة اليوم. تعرف لو انك لفيت العالم، لو انك طلعت على السماء، وهذا عن قريب رح تطلع عند الله سبحانه وتعالى، ما رح تاخذ حتى رام الله، ما رح تحرر رام الله، مش فلسطين، رام الله، بدون ما تحط طيزك في غزة وتروح على غزة وتصالح شعبك وتوحد الفلسطينية. لانه بدون توحيد الفلسطينية ولا اشي رح يصير، ولا اشي، بتضيع وقت. واقول لك اخر اشي، تلحظ طيزي انت وبان كي مون، وعندي هدية لك.